يعني هذا الموقف الأمريكي الذي يعيه جيدا نتنياهو ويقرأ المآلات كذلك من خلال اتخاذ قرارات وإجابات على تساؤلات كثيرة تطرح اليوم بنعم أو بلا، نتنياهو اليوم هل هو مطمئن لا يريد صفقة بناء على الموقف الأمريكي وهذا الذي أعطاه الضوء الأخضر لاختلاق مزيد من العقبات؟ لا، أنا أتصور أن نتنياهو ما زال يخشى من الموقف الأمريكي ويأمل أن يستمر الموقف الأمريكي على النحو القائم حاليا، نعم الذي فيه تلميح، بعض التلميح لانتقاد له، ولكن مع انتقاد أكبر لحماس. هذا هو الموقف الأمريكي. المشكلة هي أن الإدارة الأمريكية لا تدرك ما الذي تفعله حتى مع أصدقائها في إسرائيل. يعني اليوم أهالي الأسرى يرفعون شعارا يطالبون في نتنياهو، عفوا، بايدن بالضغط على نتنياهو. الإسرائيليون يطلبون ذلك. الجيش الإسرائيلي يبعث العديد من الرسائل إلى الولايات المتحدة بأن ما يفعله نتنياهو يمس في المصالح الاستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية على السواء. في قضية الحسابات الداخلية في الولايات المتحدة، طب يوجد من بين الأسرى الإسرائيليين لدى حماس يوجد 8 أمريكيين، ماذا تفعل الولايات المتحدة بهم؟ ألا يدرك مثلا الرئيس الأمريكي من ضمن الحسابات الداخلية، أنا أتحدث، ألا يدرك أن عودتهم إلى الولايات المتحدة قبل الانتخابات تفيده أكثر بكثير مما إبقائهم في الأسر؟ هل يمكن أن يخرجوا بصفقة منفردة بعيدا عن الصفقة الشاملة مع إسرائيل؟ يعني ما بين الولايات المتحدة وحماس؟ أشك في ذلك. الولايات المتحدة نفسها، يعني بايدن لم يذهب بهذا الاتجاه خوفا من أن يتهم بأنه يطعن إسرائيل بالظهر، فلذلك قبل أن يكون مصير الأمريكيين مثل مصير الإسرائيليين، يعني مثل مصير الإسرائيليين. ولكن بهذه الحالة ينبغي أن تفعل شيئا بهذا. ترامب يعني يقال أنه بعث برسالة نتنياهو، إذا أردت أن تعيد علاقات جيدة بيني وبينك امنع الصفقة، لأن صفقة كهذه ستجعل بايدن يحتفل هو وهاريس بالأسرى المحررين من الولايات المتحدة، وهذه ضربة له في الانتخابات الأمريكية. فيعني حتى الحسابات الداخلية الأمريكية يوجد خطأ في هذه الحسابات من الإدارة الأمريكية، وهذا أيضا يعطي انطباعا في العالم عن أن الولايات المتحدة التي تتوخى أن تكون الدولة العظمى التي تقود أهم محور في العالم لا تتصرف كقائد. في بعض الأحيان يسأل السؤال، من الدولة العظمى، إسرائيل أم الولايات المتحدة؟